يوسف بقي ممجوش بايرة 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 مينيخ يوسف علاش بقي ممجوش؟ المرأة ما كتختارش، يمكن شحال المرأة تحطت في العنوسة بلا اختيار ديالها، وكاين اللي ما كتختارش، كاين اللي كتختار اوسي، وكاين اللي ما كتختارش، كاين اللي زانتيليجونت كيشوازيس انا نبقاو بوحدهم، كاينين اللي كيبغيو يبقاو بوحدهم، وكاين اللي انتيليجونت مي باقي ما جابش الله وما تلاقاش مع لا بون بيرسون. وي يا سا اوسي سي بوغ سا كنلقاو ان نسبة العنوسة طالعة عند لي فام كثر من الرجال، باسكو الراجل يقدر يلحق لواحد لاج ويقول بغيت نتزوج ايل كونكريتيز. اوكي علاش يوسف باقي ما وصلش لهاد المرحلة هادي؟ دابا علاش يوسف باقي عايش في ما عرفتش نقولو السليب ولا العنوسة؟ بحال انا ما عنديش مشكل. علاش؟ اولا انا وصلت واحد لاج اللي ولفت انني نعيش بوحدي، عندي دي زابيتود ديالي انا بوحدي، عندي اون فولي ديالي انا بوحدي، انا صماغيف نقدر نعس نفيق في 4 الصباح نبدا نكتب فكره طاحت عليا حلمت بها غنضرب الفيقه غنكتبها. مثلا انا جالس معاك هنا خرجت من هنا انا بحوايجي هكا بغيت نمشي لإفران، ما عنديش مشكل كنترك صا كنترك حوايج باش نبدل وكنزيد الإفران، ما عنديش مع لونغاجمون، ما عنديش مع المسؤوليه، كنهرب عليها. بالنسبه لي انا الزواج هي بحال راجع عايش مع عائلتي، فين كنتي مالك تعطلتي في تسعود قسمين هذيك تخرجي فين جو نو با، وغنزوج علاش؟ باش غنطلق؟ تقدر تزوج بلا تطلق ولاش؟ تقدر تزوج وما تطلقش. لا ما بقاوش ولاو كيتزوجوا كيطلقوا، كاين اللي كيتزوج وما كيطلقش قليل سي تري دابا حسبيهم ليا سي تري غار، اولا كيكون ان كوبل ايبوكريت مجموعين لاهداف اخرى، يا عندنا كريدي انصامبل يا حنا على ود لا سوسيتي يا عندنا دي زانتيغي انصامبل. لا مي هاد الهضره اللي كتقول سمح لي تري غراف سي تري فري، هاد الهضره تد فري ما هاد الهضره خطيره سي تري فري، انا كنمشي للمحكمه كنتصدم سي تري فري. يعني كتقول الناس بلا ما تجوجوا ولا غيتجوجوا؟ لا تجوجوا ولا قديتوا عليه الا غتولدوا، نو الا غتجوجوا وغتولدوا دي زونفون اورو ديروها، الا غتولدوا دي زونفون مالورو بلاش. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.